مجموعة نخدية مجموعة جمعية أحوج حاحا منار الشباب نكني تحتفل غمصاشاتين وحوش المهرجان دوريان نفرح باهرة بزاف لا نغير تمازيرت ولا تمازيرت لا ديال المقاربة ريفولكي نار نشرح حتى يتلي دعاء اللي ندير جنين تو كوسنسن واش كانت حتى نتني شي ويزنس نقدر نغ عطاتني زاز ربي ينصر ربي جليد هذا دو ربي يرحم كل شركي مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد شديد رئيس جمعيه مهرجان اريان حاحا تمنار. بالنسبه للدوره الثالثه لهذا المهرجان فهي تمتاز بعده امتيازات بالنسبه للدورات السابقه، وجود فنانين مشهورين كرشيده طلال والحسين مراكشي وصلح الباشا، ووجود عدد كبير من الفرق الفروسيه والفرق المحليه والوطنيه. اما بالنسبه للجمهور فجمهور غفير جدا، اتى من جميع الجوانب على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي. هذه الدورة هي دورة مباركة، دورة تمتاز بامتياز بالنسبة للدورات السابقة، بالخصوص هناك جهود جبار للجمعية. الجمعية قامت بجهود لإنجاح هذه التظاهرة، واليوم هو يوم افتتاح هذه الدورة الثالثة الذي حضر فيها عدد كبير من أعضاء الجمعيات والفرق المحلية ورؤساء الجماعات المحلية والقروية. وكما شرفتنا السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة في هذا الافتتاح المبارك لهذه الدورة. أما بالنسبة للأنشطة فهناك أنشطة عديدة، هناك الرماية وهناك ندوات ثقافية وهناك مسابقات في الرياضة وعدة أنشطة تهم شباب المنطقة. وبالنسبة لهذه الدورة فهي دورة تعتبر من أحسن الدورات التي نظمتها هذه الجمعية منذ سنة 2013. السلام عليكم. جينا من فاس، جينا في عطلة ولقينا هذا المهرجان وجينا نحضروا فيه وعجبنا صراحة، داك شيء زوين ومرتب ومزيان، الله يخليكم ديما هكا في هذه المدينة. Thank you.
صبا عمران تسمي بهرة غصادة حضر غتفق لياد المهرجانات اللي قالني المهرجان اللي فن كي قاني تراث الأمازيغي سلونا كل غي يسي اسم ديات الحمولة ثقافية أمازيغية مهرجان أرقان حاحة منار. شكرا للجمهور اللي تجاوب الإيقاعات الأمازيغية الفن الملتزم غيك اللي فاسم غراغ أحداث سوسلي وكبن اللي كان دائما سباقة لمواكبة زود التطورات تاني مرتنون. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد خويا مدير مهرجان أرقان حاحة منار في دورته الثالثة بمناسبة عيد مسيرة الخضراء المضفرة، تم تنظيم هذه الدورة الثالثة التي لاقت نجاحا كبيرا إن شاء الله بحضور عدد من الوفود وحضور عدد من الفروق الفولكلورية إقليميا ووطنيا، وكذلك تتميز باستعراض احتفالي كبير في الافتتاح هذا الاستعراض الذي عرف مشاركة مجموعة من الفروق والجمعيات التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان. سيدي السلام عليكم، أرجوك تشكر بزاف الخيرات يكون كي مهم الخيرات الحمد لله هو هذاك ماشي هو هذاك الحمد لله الخيرات وري الله الصداع وري الله كرم من الجمهورين من كل شيء الحمد لله الخيرات ومهرجان نطيح حام غير كان كل شيء قال الحمد لله ديما نقي نريد يلا النظام لا كل شيء العز مازيرت ورا كنا نركم تشكار كل شيء الطاقم التقني الصحافه كل شيء تشكار كل شيء المهم الخيرات يكون كي عقل حط ربي هو هذاك تنمرنا المهرجان تمنر الدورة الثالثة عجبها مزيان ولا حتى الثاني واخا كيزورنا حاضر نتفرج كيس ولا حتى الأولى ولكن غواد اللي غبارة حاضرة كي أي عجبن أش كلها كيس أكون أحضر فيه. هذا المهرجان زوين بزاف، أول مرة نحضر ليه جيت من أكادير وعجبني بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر القابلة نتمنر بعد الخلود، نشكر الجمعية ورقان، نشكر الأطور، نشكر المجلس الإقليمي الصويرة، نشكر سعادة العمل، نشكر كل شيء ما يساهم الخيرة. نقني نفرح مزيان الخيرة نريس تامس وقدام إن شاء الله. نتمنى النجاح التوفيق، نتمنى النجاح يكون لما غيمون ما يحضرن يقدام.
أركون تشكر حتى كني أركون تشكر نعود نشكركم تقبلتي حان أرتني مرحبا بكم مرحبا بكم إلى يومي بعد والسلام عليكم.